ومن الاخبار اللي حصلت امبارح للاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله. النهارده طلاب سنه رابعه ابتدائي هيؤدوا امتحان ماده اللغه الانجليزيه في رابع ايام امتحانات الترم الاول. طبعا كل التوفيق لاولادنا من طلبه الصف الرابع الابتدائي. يا رب رابع ابتدائي تحديدا، ده ملف من الملفات المهمه اللي الناس كلها بتعاني فيه يعني، فبنتمنى لهم كل التوفيق في التجربه الاولى بقى ليها. النهارده كمان هيتم قطع الكهرباء عن عدد من المناطق في غرب المنصوره، ومنها منطقه مسجد العجمي وشارع محمد فتحي، وده بسبب اعمال الصيانه الدوريه، وفصل الكهرباء هيكون من الساعه 9 الصبح ولحد الساعه 3 عصرا. ورياضيا النهارده الفريق الاول ونادي الزمالك بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون هيواجه فريق فاركو الساعه 2:30 الظهر على استاد الاسكندريه ضمن منافسات الجوله الثانيه من المجموعه الثالثه لبطوله كاس الرابطه. لسه مستمرين في الاخبار الرياضيه، النهارده الجوله الثالثه من كاس الامم الافريقيه هتشهد ظهور اول سيده بتقود مباراه في البطوله عبر تاريخها، وهي الحكمه الرواندية سليمه موكانسانجا، واللي هتدير مواجهه زيمبابوي وغينيا ضمن المجموعه الثانيه اللي بتضم ايضا السنغال وملاوي.